فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر بعض العلماء أن ما ورد في حديث المسيء ركن الموجب في الصلاة، وما عداها فلو أن المصلي ترك التسبيح والركوع هل تجزي صلاته؟ لا، ما تجزي، لأن التسبيح واجب، التسبيح والركوع والسجود واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. ونحن قلنا لكم إن ما زاد على حديث المسيء فهو مكمل، إما تكميل واجب، تكميل واجب، وإما تكميل مستحب، والتسبيح في الركوع والسجود من التكميل الواجب. نعم.